يعمل زي تقرير تفصيلي عن فريق الوداد المغربي ونتائجه في بطولة الدوري المغربي، وأيضا الإصابات اللي بيعاني منها الفريق ده وغيرها من التفاصيل الفنية. طبعا أخبار المنافس، أخباره الفنية يعني مهمة جدا، مهم جدا إن احنا نعرفها قبل ما نواجه الفريقين يوم تقريبا 25 26 سبتمبر. هم لسه ما حددوش في ذهاب قبل نهائي دوري ابطال افريقيا. مباراه العوده يوم 3، احنا قررنا خلاص صح ان هي تكون يوم 3 اكتوبر ان شاء الله في القاهره. فايلر اتكلم مع معاونيه عن اهميه انه يحصل على كل المعلومات دي اللي تخص فريق الوداد المغربي علشان يدرس المنافس ده كويس قبل اللقاء المرتقب اللي بيتطلع فيه الأهلي طبعا أنه يحقق نتيجة جيدة بتسهل مهمته إن شاء الله بإذنك يا رب في لقاء العودة. فايلر طبعا مشغول جدا بمباريات الدوري، بس بالرغم من ده هو كمان حريص جدا أنه يخوض الأيام اللي جاية مباريات مهمة. زي ما قلنا بكرة عندنا مباراة قوية جدا مع الإنتاج الحربي، بعدين الزمالك يوم 22 نفس الشهر ده، فإن شاء الله يعني الاهلي يعني نستعد طبعا بإذن على الله. نستعد من جميع الاطراف على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله نظهر بصوره جيده اللي متعودين بيها على النادي الاهلي. كمان راينر ريني فايلر مدير فني للكوره بالنادي بيطمن على حاله ياسر ابراهيم مدافع الفريق ومدى شفائه من الاصابه اللي لحقت به مؤخرا بجزع زي ما احنا عارفين في كاحل القدم. واتكلم فايلر مع طبيب الاهلي بشان تاهيله وياسر ابراهيم واصل فين بالظبط. اكد الدكتور طبعا خالد محمود ان حاله ياسر ابراهيم بتتحسن تدريجيا وانه هيكون قادر على العوده للتدريبات الجماعيه بالفريق، لكن بعد مباراه الانتاج الحربي اللي ان شاء الله هتقام بكره. ده معناه ان يمكن ان شاء الله ممكن ياسر ابراهيم يلحق مباراه نادي الزمالك اللي هي ان شاء الله يوم 22 اغسطس اللي جاي في الدوري، وان كمان ده هيحدد اشتراك ياسر ابراهيم او لا. طبعا هيحدده الجهاز الفني، لو الجهاز الطبي قال ان ياسر جاهز بصفه بدنيه وصفه ما فيش عنده مشكله في كاحل القدم، طبعا هنشوف القرار الفني للجهاز الفني هيكون اشتراك ان شاء الله ياسر ابراهيم. لعيب كويس ان شاء الله مش هيكون موجود في مباراه بكره، لكن مع التأهيل ومع استعداداته ان شاء الله بإذن الله ممكن جدا يكون موجود في مباراه نادي الزمالك. متوقع كده يعني متوقع كده في حاله جهز. لو بصي احنا محتاجين كل لاعب طبعا، والاصابه زي ما بقول النادي الاهلي دايما ما بيلعبش لاعب غير لما بيكون 100% جاهز. حتى لو محتاج له لازم يكون 100% جاهز. فطبعا الجهاز الفني بياخد راي الدكتور، لو راي الدكتور قال اللعيب جاهز من الناحيه الطبيه، الناحيه الفنيه او الجهاز الفني بيقعد وبيشوف بيقيم ونشوف اذا كان ياسر يقدر يخش مباراه الزمالك او ممكن يستعين بلاعب اخر. كلهم ابطال وان شاء الله يعملوا حاجه ان شاء الله نشوفه قريب. والف سلامه عليك كابتن ياسر. طب بمناسبه بقى العمل النفسي اللي كنت بتتكلم عنه، ويمكن ضيوفنا كمان يعني كل ضيوفنا تقريبا بياكدوا دايما على العمل النفسي ده يا كابتن هاني، وانت بتقول ان في مصر دايما يعني او في النادي الاهلي تحديدا احنا يعني مهتمين جدا بالجانب ده. هو الجانب النفسي بقى عامل مهم جدا في الكره العالميه بصفه عامه، يعني في مدربين بيشتغلوا عليها بصفه جيده جدا. يورجن كلوب على سبيل المثال مدرب ليفربول عنده الجزء النفسي مهم جدا في الفريق، وده بينعكس على صوره الفريق في الملعب حتى في الصوره النفسيه. فده عامل مهم جدا جدا، وانا كنت بشوف ان دايما يمكن شويه اللاعب المصري لازم نهتم بيه من النواحي النفسيه شويه، لانه متعود او دوت من خلال واحنا صغيرين اتربينا على كده تركيبته كده. ولكن على مستوى العالم كله ان الجزء النفسي ده جزء بقى مهم جدا جدا وياتي في المقدمه، مش في المقدمه ولكن موجود لان دي حاجه اساسيه. خلي بالك بقى عضو اساسي في الجهاز الكبير لاجهزه الكره بيكون فيه واحد مختص بالجانب النفسي، ده بيكون موجود في الفريق لو اللعيب عنده اي مشاكل خارج الملعب الأندية بره.